في إطار مكافحة جريمة الاتجار الغير مشروع بالمخدرات المؤثرات العقلية، تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية باب الواد من الإطاحة بجماعة إجرامية منظمة في قضية جناية المساس بالصحة العمومية، حيازة قصد النقل، تخزين، بيع وشراء للمؤثرات العقلية. في إطار جماعة إجرامية منظمة، حيازة أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس دون مبرر شرعي. قضية الحال التي تمت تحت الإشراف الدائم للنيابة المختصة إقليمياً، تمكنت خلالها ذات المصالح من توقيف 8 أشخاص مشتبه فيهم مسبوقين قضائياً ينحدرون من ولاية الجزائر، تتراوح أعمارهم ما بين 24 و 44 سنة، مع ضبط وحجز 7005 قرص من مؤثرات العقلية، 9 أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس من مختلف الأحجام والأنواع، 10 هواتف نقالة، مبلغ مالي من عائدات الترويج يقدر ب 56,000 دينار جزائري من العملة الوطنية، 3 مركبات سياحية تستعمل في نقل السموم. كما أن التحريات في قضية من قبل ذات الفرقة بالتنسيق بين المصالح أفضى إلى توقيف أحد الموقوفين مبحوث عنه في قضية مماثلة على مستوى الأمن الحضري السادس رئيس حميدو، أين تم ضبط وحجز خلال تلك العملية على 19,520 قرص مؤثر عقلي، سلاح أبيض محظور من الصنف السادس كبير الحجم ساطور، أسلحة بيضاء محظورة، بندقية صيد و 12.3 غرام مخدرات من نوع قنب الهندي. بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليمياً.